الجزء الثالث من المحاضرة السادسة ما يخص التو لاير سيستم vertical interface deflection. الكتب المنهجية مثل ما بينا سابقا هي كتاب يودا 1975 وكتاب هوانغ 1993 اللي موجودة في المجانية لقسم هندسة الطرق والكلية، وأيضا ممكن أن أي طالب يحتاج ما يقدر يوصل الكلية في هذه الفترة ممكن أن نرسل هي بصورة PDF على الإيميل الخاص بي، ممكن يعني راسلنا ونرسل هي ويدللون طلابنا. وصلنا للخطوة الثالثة للتحليل الإنشائي للتو لاير سيستم اللي هو خاص بالVertical Interface Deflection. بالجزء السابق شرحنا شلون نطلع الديفلكشن بالسيرفس للبيفمنت. هنا أنا راح نشتغل هسه بهذا الجزء الثاني الثالث اللي هو كيف نوجد الديفلكشن في نقطة معينة تبعد مسافة معينة عن سطح التبليط، سطح التبليط المعرض للأشعة الشمس والهواء. هذا النوع من أنواع الديفلكشن هو أيضا نوع من يعني له قيمة كبيرة جدا في التحليل الإنشائي وفي التصميم بالنسبة لطبقات التبليط. عندنا الشكل الموضح هنا شكل 219 ممكن أن نستخدمه لإيجاد الـ Vertical Interface Deflection للتو لاير سيستم حسب ما ثبت في منهج كتاب هوانغ 1969 سي. انطى مجموعة متسلسلة من الفيجرات اللي ممكن أن نشتغل عليها، على هالأساس راح نطلع قيمة الأف فاكتور اللي طلع لنا قيمة الديفلكشن اللي بمعادلة 216 اللي هو W يساوي Q A over E2 في الأف. الكيو هي الضغط المسلط على سطح التبليط، والأي نصف قطر المساحة السطحية لتسليط الضغط، والإي2 هي المودلس ريشيو المودلس قيمة المودلس لطبقة التبليط الثانية، والاف هي قيمة الفاكتور للديفلكشن اللي احنا نوجده من الفيجرات المثبتة عندنا 219. لطلبتنا الأعزاء اللي يتابعون هذه الفيجرات وممكن أن يشوفوها الفرق بين هذه الفيجرات إن المؤلف هوانغ بنشتغلوا على هاي الدراسة وطلعوا هذه القيم اعتمدوا على قيم E1 over E2، فكل فيجر من دول الفيجرات ينطينا قيمة ثابتة E1 over E2. يعني إذا فيجر انطانا E1 over E2 قيمة 2.5 فنستخدم الفيجر اللي أقصى اليسار اللي هو E1 over E2 على أساس نقدر نطلع قيمة F factor. إذا كانت الفيجر مثلا منطينا قيمة E1 over E2 25 فنستخدم الفيجر رابع فيجر على جهة اليسار وهو مثبت قيمته E1 over E2 25، وهكذا بالنسبة لجميع الفقرات. بالنسبة للتو لاير سيستم Vertical Interface Deflection عندها مجموعة فاكتورات تأثر عليها تعتبر كفانكشن لإيجادها اللي هي قيمة E1 over E2 ratio اللي هو modulus ratio بالنسبة للطبقة الأولى والطبقة الثانية، thickness radius ratio نسبة thickness الطبقة الأولى H1 over A and R over A نصف قطر R over A اللي هي شنو قيمته؟ طبعا احنا الأي معروفة عندنا هي نصف قطر المساحة اللي تتسلط عليها الضغط الأحمال، وقيمة R is the radial distance from the center of the loaded area هي بعد النقطة عن المكان المسلط عليه الحمل center line للحمل. الخطوات التبسيطية steps to solve two layer system vertical interface deflection اللي هي الخطوة الأولى إيجاد قيمة E1 over E2 نسبة E1 E2 value find H1 over A thickness اللي نصف القطر الحمل المسلط R وإيجاد قيمة R over A بعد النقطة عن مركز خط center line الحمل اللي طار إلى قيمة A نصف القطر. بالنسبة للخطوة الثانية لإيجاد step to solve two layer system vertical interface deflection، الخطوة الثانية على فرض مثل ما تعلمنا أن نعطيكم قيم أرقام معينة، إذا كانت قيمة H1 over A بسؤال معين قيمتها 4، E1 over E2 هي قيمتها 1 and R over A يساوينا 1.5، لح نروح للفيجر المثبت أمامكم
اي فيجر راح نختار؟ راح نختار الفيجر من مجموعة الفيجرات، السلسلة من الفيجرات اللي قيمة E1 over E2 هي واحد. راح نشوفه مثل ما انتبهت عندكم بالخط الاصفر بالسهم الاصفر، راح نختار هذا الفيجر عم نسقط عليه قيم مالتنا لايجاد قيمة F. راح نروح الخطوة الاولى حنثبت قيمة H1 over A، احنا ايش قد منطيها؟ منطيها قيمتها 4 كما مبين عندكم بالخط الازرق الخطوة الاولى. راح نخط خط ازرق، خط واضح افقي يقطع المحور الصادات في نقطه رقم 4 قيمه 4 ويقطع لنا الكيرفات اللي موجوده عندنا بالشكل. الخطوه اللي راح تتبعها راح نرسم خط عمودي راح يقطع لنا منو عندنا الكيرفات طبعا الداخليه هنا، هاي الكيرفات الداخليه تبدي من قيمه الصفر الى القيم مالتها 10 او اذا 15. هذه راح تمثل لي هاي الكيرفات الداخليه باللون الاسود بداخل الفيجر راح تمثل لي قيمه ار اوفر اي. احنا قيمه الار اوفر اي قد مالتنا هي 1.5. راح نشوف هذا الفيجر مالتنا هو 1.5 وين موقعه وشلون راح نقدر نقطعه. حناخذ خط عمودي يقطع لنا قيمه الار اوفر اي اللي هي 1.5 من الفيجرات ويا الخط الازرق، ولح نمده للأعلى لح ينطينا قيمة F factor. إيش قد قيمة F factor هنا بهذا الأرقام مالتنا هي 0.3. طبعا أطلب من الطلبة يكونوا كلش دقيقين بتسقيط الأرقام بالنسبة خصوصا هذه الفيجرات، أنا أريد تكون أرقامهم دقيقة في إيجاد النتائج. مثال للتو لاير سيستم للفيرتيكال انترفيس ديفليكشن، عندنا فيجر 22 مثبت ب set of dual tires each having contact radius 4.52 inch. منطينا radius اللي هي قيمتها 4.5 inch اللي هي قيم من متر عندنا يمترنا قيمة A. And contact pressure 70 psi اللي هي الكيو الضغط المسلط هو شقد 70 psi كل إطار. The center-to-center spacing of dual is 13.5 inch. المسافة center-line للإطارات هي 13.5 inch. هذه راح نقدر نطلع من عندها المسافة بعد الإطار عن بعد النقطة عن خط center-line بنشتغل عليه. الحمل من دي يجيها؟ من دي يجي الحمل هاي النقطة؟ And layer thickness الطبقة الأولى اللي هي مطيناها 6 inch thickness مالتها. قيمة E1 للطبقة الأولى هي 100,000 PSI ومطينا الطبقة الثانية اللي هي مطينا قيمة الـ E مالتها E2 يساوي 10,000 PSI. مطينا نقطة تقع بين الطبقتين على مسافة 6 إنج على خط تقع على خط السنتر لاين المن للإطار على جانب اليسار، خط السنتر لاين موصل. يريد من عندنا determine the vertical deflection on point A which is on the center face beneath the center of the one load area. أحد الإطارات. لحل هذا السؤال نبدي خطواتنا. قيمة E1 over E2 ratio اللي هي منطينا إياها بالسؤال، E1 قيمتها 100,000 و E2 قيمتها 10,000، E1 over E2 يطلع لنا قيمتها 10. رح نستغل هذا الرقم قيمته 10 على مود نروح نختار الفيجر اللي رح نشتغل عليه ونطلع قيمة الـ F factor اللي هو حنختاره مثل ما مثبت عندكم بالخط الأحمر E1 over E2 10. رح ناخذ هذا الفيجر ونشتغل عليه. H1 over A، H1 الثيكنس اللي معطاه هو 6 والـ A اللي هي 4.542 هو نصف قطر تسليط الحمل، حيطلع لنا القيمة 1.33. لح نروح للفيجر مالتنا اللي مثبت عندنا اللي هو E1 over E2 10، H1 over A لح مثل ما مثبت عندكم بالخط الأخضر لح يكون قيمته لح نثبته وين؟ على قيمة الـ 1.33. لح نرسم خط أفقي من الـ 1.33 بالمحور الـ Y axis ونمد خط أفقي باتجاه اليمين لح ياخذ بالخط الأخضر ونمده للنهاية عم نشوف احنا حنقطع الفيجر مالتنا وين؟ قيمة R over A احنا لازم نوجدها، شلون احنا نوجدها؟ بالنسبة للف، بالنسبة للإطار من جهة اليسار، الإطار حيكون عندي خط نقطة تقع وين موقعها؟ راح يكون الحمل مالتها الـ R إلها صفر، لأنه النقطة تقع وين؟ على خط السنتر لاين اللي هو بالنسبة للإطار،
فال R over أي قيمة الصفر لح يطلع لنا من الفيجر، لح نقاطع هذا الفيجر كيرف الخط الأخضر مالتنا رسمناه على الفيجر ويا الكيرفات اللي موجودة عندنا اللي يمثل لي قيمة الصفر، لح نوجد قيمة F اللي حتكون F factor قيمتها 0.56 بالنسبة للإطار جهة اليسار. أما بالنسبة للإطار اللي الحمل اللي يجينا من جهة اليمين الإطار الأيمن، فلح يكون المسافة قيمة R بالنسبة له هو 13.5 كما مبين عندكم بالفيجر. فلح ناخذ قيمة R over A 13.5 خط المسافة، تكتب عند النقطة عن خط السنتر لاين إنما للإطار الأيمن 13.5، لح يكون عندنا R 13.5 over A اللي هي 4.52، لح تطلع عندنا القيمة 2.99. لح نروح لنفس الفيجر اللي هو اختاريناه اللي هو E1 over E2 هو 10، لح نختار ونفس قيمة R over A عندنا ثابتة، و H1 over A هي ثابتة قيمته 1.33. لح نسقط الفيجر كما أخذناها بالخطوات قبلها أو ممكن نعيدها، H1 over A 1.33 نرسم خط أفقي باللون الأخضر بهذه القيمة، يقطع ال Y axis قيمة 1.33 ولح يمتد. لح ناخذ نشوف قيمة اللي يقطع لنا الفيجر اللي قيمته شقد، قيمته 2.99 حيعطينا رقم F factor اللي هو يتقاطعوا نقطة تقاطعهم. لح ناخذ خط عمودي إلى لح يوصل وين إن قيمة الـ F factor 0.28. بالنسبة للمعادلات بالنسبة للفاكتورات، ممكن طلاب طلعوا قيمة الديفلكشن من قيمة الـ F اللي أخذناها من الإطار الأيمن والـ F بالإطار الأيسر ونسويها معادلتين ونجمعهم، أو ممكن من البداية تأخذ الـ F factor بالنسبة لل الإطار الأيمن زائد F factor اللي طلعنا من قيمة الإطار الأيسر اللي هو 0.56 زائد 0.28 ورجمع يطلعنا 0.84. لح ناخذ هاي F factor ولا حنطبقها؟ نطبقها بالمعادلة الإكويجن طلعنا قيمة الديفليكشن وين بالإنترفيس على مود بالنسبة للقيم مالتنا معادلة 2.16 W يساوينا QA over E2 في الـ F، قيمة الـ F احنا طلعناها 0.84، قيمة الـ Q معطاة عندنا بالسؤال، قيمة الـ A هي 4.52، الـ E2 هي 10,000، يعطينا قيمة الـ Deflection 0.027 inch بالنسبة للحمل المسلط الضغط المسلط على طبقة التبليط. ولهنا نكون قد حلينا مسألة الـ Vertical Interface Deflection بالنسبة للـ Two Layers. شكرا لطلبتنا الأعزاء لحسن الإصغاء والاستماع، وشكرا لدكتورنا على الشرح الوافي. طلبتنا الأعزاء ننتهي من الآن من جزء من المحاضرة رقم 6، وسننتقل إلى المحاضرة رقم 7 وسيتم بها تكملة ما يخص الـ 2 layer system بشرح الـ critical tensile situation. إن شاء الله ستقدم المحاضرة رقم 7 في مقاطع فيديوية منفصلة أيضا.